أهلا وسهلا بك يا عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي عجين البقلاوة، هذا اللي دا تشوفيه أمامك. هاي العجينة تقدرين تستعمليها لكثير أشياء. هذه بعد ما فتحتها، هي هذه عجينة البقلاوة، طبقات هالشكل، طبقات خفيفة جدا. تعالي وياي حتى أشوف لك المقادير وطريقة تحضير عجينة البقلاوة. اليوم راح نسوي عجينة البقلاوة. نحتاج لعجينة البقلاوة، هنا عندي 3 كواب طحين، نفس الكوب اللي قست بيه الطحين حتى بعد باقي آثار الطحين عليه. أحتاج كوب ونص ماء دافي، أحتاج بيضة واحدة، احتاج ملعقة طعام سكر، احتاج ملعقة كوب ملح، احتاج ملعقة طعام زيت. راح اخلي المواد الجافة كلها مع الطحين، السكر والملح، واخلطهم شوية، وبعدين راح اضيف له البيض والماي والزيت واعجن العجين. هسه راح اضيف المي اللي احتاج. الطحين يختلف مرات، انتي شوفي يعني اذا احتاج له بعد مي ضيفي له او اقل، يعني حسب الطحين اللي متوفر عندك. تحكمي بالعجينة، خليها تكون يعني مو لينة ولا كلش قوية حتى تنجح وياكي. وهاي بيضة واحدة والزيت، وراح اعجن كل هاي المواد مع بعض. هكذا انتهيت من العجينة وخليتها بهذا الصحن. يعني العجينة تصير عندك هالشكل، لا قوية كلش ولا هشة كلش. هسه راح اتركها ترتاح لمدة ربع ساعة، اغطيها بالنايلون واتركها ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعدين راح اقطعها واشوف لكي باقي الطريقه شلون يعني احضر العجينه. بعد ما ارتاحت عندي العجينه قطعتها 16 قطعه بهذا الحجم، ما اريدها حجم كبير لانه كمبتدئين ما تقدرين تفتحين عجينه كبيره، وبعدين العجينه الكبيره يلزم لها مكان كبير، واحنا بالبيوت ما عندنا مثل بالمحلات اللي يصنعون حلويات طاولات كبيرة حتى واحد يفتح العجينة، فهذا الحجم كلش مناسب للمبتدئين وللبيت. هسه طبعا دهنت ايدي بالزيت من دا افتح هذه العجائن. هسه راح اخلي عندي نشا هنا، افرش النشا هالشكل. اخذ اول قطعة الوثها بالنشا، وافتحها شوية طبعا مرتين، خليت العجينة ترتاح. اخليها بالصحن واخلي ارشها بالنشا هالشكل. واتركها على جهة. واخذ واحدة اخرى. ونفس العملية تتكرر عندي كذا. طبعا من انتهيت من العجن تركتها ترتاح العجينة لمدة ربع ساعة، بعدين من قطعتها هم تركتها ترتاح لمدة ربع ساعة حتى العجينة ما ترجع من ذا تفتحيها، تصير سهلة. صارت نفس هذا الحجم، خليها فوق هذه اللي عندي، وايضا ارش عليها النشا هالشكل.
راح افتح 8 قطع، واحدة فوق الثانية اخليها، وبعدين راح اشوف لكي شلون راح نفتحهم مرة ثانية. بعد ما فتحتها العجاين وقسمتها كل 8 قطع، خليتها بصحن، هذا صحن ب8 قطع، هذا الصحن الثاني ايضا ب8 قطع، وبيناتهم نشا. هسه راح ابدي اول اخذ اول 8 قطع وافتحها وارقها. خليها نشا وابدي افتحها كلها. طبعا من قصيتها بهذا الحجم الصغار مثل ما شفتي، هم انا حجم الصينية اللي عندي بالبيت اللي راح استخدمها للبقلاوة، هي حجمها مو كبير، يعني حجم يناسب للعجينة اللي دا اسويها. فعندي اقلبها كلها افضل، واخذ قطعة قطعة اخلي نشا. طبعا اذا ماكو نشا يعني كفاية بيناتهم راح يلتصقون وحدة بالثانية القطع، وصعب راح تفتحيهم، يعني راح تنشق بايدكي هكذا. وقت مناسب بديت اضيف النشا هكذا، ابد لا تبخلين بالنشا حتى تطلع عندك مضبوطة ولا تلتصق العجينة شي فوق شي. راح اقلب الجهة الثانية وايضا اخلي نشا الجزء الاخر. هسه بعد ما انتهيت من ضفت المزيد من النشا بين الطبقات، راح افتح احاول افتحها ايضا قليل جدا، او عندي هذه النشابة افضل. هكذا صار عندي. اريد بس اشوف لكي يعني شكلها شلون صارت رقيقة. شوفي لازم تصير هالشكل رقيقة عندك وما تتقطع. هسه بعد ما انتهيت من هذه راح الفها بالورق واخليها بالبراد، اضمها بالبراد، الفها بالورق اضمها بالبراد، لانه مو هاليوم راح اسوي البقلاوة، اقدر اخليها بالفريزر او بالبراد، بس المهم تكونين محافظة عليها من الرطوبة. تلفيها بالورق وبعدين تلفيها بكيس نايلون وتغلقيه جيدا حتى لا تدخل لها رطوبة، ومن تريدين تستعمليها تطلعيها بس تذوب وتاخذيها طبقات وتحطين.
تسوين البقلاوة أو تسوين أنا نفس هذه العجينة أسوي بورد من عندها. فهي هذه العجينة، إن شاء الله عجبتك طريقتي بتحضير عجينة البقلاوة، وتجربيها. وشكرا جزيلا للمشاهدة.